الذي يريد أن يفهم حقيقة المؤسسة الدينية الطوسية يحتاج إلى دقة ويحتاج إلى طول وقت في التحقيق والتدقيق. أقول للذين تابعوا برنامجي السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، حيث تحدثت عن القناع الذي كان يرتديه حسن البنا، وهذا هو السبب الذي جعل تحليل شخصيته صعبا جدا. لكنني حينما شخصت المشكلة في أنه يرتدي قناعا مزيفا، وعلينا أن نرفع هذا القناع المزيف كي نطلع على تفاصيل شخصيته الحقيرة المجرمة الإرهابية، صار الأمر سهلا. مراجع النجف مشكلتهم أكثر تعقيدا من حسن البنا، لأنهم يرتدون العديد من الأقنعة، هناك أكثر من قناع على وجوههم، وهناك أقنعة فوق رؤوسهم، وأقنعة خلف رؤوسهم، وأقنعة على الجانبين. على الذي يريد أن يعرف حقيقة المؤسسة الدينية الطوسية في النجف أن يرفع كل هذه الأقنعة، وهذا هو الذي فعلته. هذا هو الذي فعلته في تحقيق طويل دام لأكثر من 40 عاما. لقد فككت كل أقنعتهم، حتى وقفت على قذارتهم، حتى وقفت على نجاستهم بتمام معناها. في تعابير الثقافة الشعبية العراقية يقولون هذا طاح على طينها الحري، أنا وقعت على طينهم الحري، الذول السفلة. إنني فككت الأقنعة كلها، والذي يتابع برامجي فإنه سيجد هذا القول حقيقة. فلقد وضعت الأدلة الساطعة والبراهين الواضحة، وكل هذا يدعم بالوثائق المحسوسة التي لا تقبل الشك ولا مجال لمقاومة الاقتناع بها. حتى الذين يرفضون الحقائق التي طرحتها إنهم يرفضونها بألسنتهم، في دواخلهم يقتنعون بها، وهذا هو الذي يغيظهم، وهذا هو الذي يؤرقهم. إنها الحقائق الجارفة، لا لأنني أنا أقولها، أنا لا قيمة لي في البين، وإنما الحقائق تحمل قيمتها في نفسها. الأدلة تدل على النتائج بوضوح. الأسلوب الذي اتبعته من أنني أنظم المعطيات بشكل هندسي دقيق حتى تعود تلك المعطيات في لوحة متكاملة لا مجال للتشكيك في جزء منها، لأن الذي يشكك في جزء منها فإنه سيجعل اللوحة مخرومة، وهذا ما يرفضه الوجدان ويرفضه الذوق الطبيعي عند الإنسان. هذه طريقتي في البحث والتحقيق وعرض النتائج على طول برامجي من أول برنامج وإلى هذه اللحظة.